في اطار احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر، تم امبارح افتتاح فعاليات الدوره الثامنه لمنتقى القاهره الدولي لفن الخط العربي تحت شعار الخط والنصر، وده بمشاركه 172 فنان من 17 دوله. يعني الخط العربي ليه باع كبير جدا في مصر، واعتقد احنا من اوائل الدول اللي يعني نتفنن في الكتابه والخط العربي تحديدا. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن ملتقى الخط العربي من الأستاذ محمد بغدادي، قمصير عام ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم. يعني في البداية عاوزين حضرتك تحطنا في الصورة وتعرفنا عن تفاصيل أكتر على ملتقى القاهرة أو ملتقى الخط العربي في نسخته الثامنة وأبرز المشاركات فيه. الحقيقة ملتقى الخط العربي في هذه الدورة يأتي متزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد. وكان شعار الملتقى هذا العام هو الخط والنصر، وكيف لعب الخط العربي دورا كبيرا أيضا عندما ازدانت منشتات الصحف في صفحاتها الأولى بعبارات النصر وأخبار سير المعارك على جبهة القنال في ذلك الوقت. وأيضا على هامش الملتقى تقام ندوة علمية بهذا العنوان أيضا حول الخط والنصر ودور الخطاط العربي في نقل أحداث المعركة من خلال منشدات الصحف. وفي هذا الملتقى أيضا تستضيف هذه الدورة 172 فنان من 16 دولة عربية وأجنبية، ومن خلال هذه اللوحات عبر الخطاط العربي عن هذا المضمون الذي يحمله عنوان هذه الدورة. معرض مهم لمنشطات الصحف، لو جينا اتكلمنا عن المعرض والمنشطات المعروضة اللي اتكلمت عن نصر أكتوبر، عايز أعرف المنشطات دي هل هي نسخ أصلية أو الصور المعروضة دي نسخ أصلية ولا صورة تبقى الأصل، وإزاي بقى تم الاختيار وأنهي جرايد هي اللي موجودة اللي بتتكلم عن نصر أكتوبر؟ الحقيقة احنا استعنا بأرشيف دار الكتب والوثائق القومية اللي قدمت لنا مجموعة كبيرة من منشتات الصحف تم تكبيرها على لوحات كبيرة وتضمنت تسلسل المعارك منذ بدايتها في 6 أكتوبر الساعة 2 الظهر إلى أن يعني تم وقف إطلاق النار في نهاية الأمر. وهذا التسلسل مدعوم بهذه المنشتات وأيضا الصور التي تصدرت الصفحة الأولى والصفحات الأولى للصحف المصرية لمختلف الطبعات بقى، سواء كانت صباحية أو مسائية أو كان العدد أسبوعي أو أيا كان بقى دورية صدور العدد. طبعا من بداية المعارك وتسلسل المعارك في كل الصحف وأيضا بعض المجلات المصرية. نعم. طيب أستاذ محمد، عاوزين حضرتك تكلمنا على أهمية وجود معرض للخط العربي في دعم الهوية الخاصة بنا. الخط العربي مهم جدا للشعوب العربية لأنه الخط العربي جزء من مكونات الهوية الثقافية العربية، لأنه الخط العربي هو ليس مجرد أداة لنقل المعلومة، ولكن الخط العربي أيضا فيه أسرار الجمال. ولوحة الخط العربي هي لوحة فن تشكيلي مكتملة الأركان، خاصة وأنه انتقلنا كما نرى على الشاشة الآن إلى عمل مجسمات بالخط العربي وأعمال نحتية وأعمال زخرفية، وكل هذه الأعمال بتعيد إلى الأذهان
تكوين الوجدان العربي لدى الأجيال القادمة، خاصة بعد التقنيات الجديدة واستخدام أطفال الجيل الحالي إلى الكيبورد في كتابة الأشياء، وأيضا استخدام الحرف اللاتيني أيضا للتعبير عن الكلمات العربية واستبدال حرف العين برقم 3 وهكذا. نحن في أشد الحاجة إلى أن ندعم وجود الخط العربي بصريا ووجدانيا وإنسانيا وفنيا وثقافيا أيضا في الأجيال الجديدة، لأن الخط العربي ليس مجرد حرف، هذا الحرف ضمن الأبجديات العالم الذي تحولت حروفه إلى لوحات فنية لديها كل مقومات لوحة الفن التشكيلي من الظل والنور والتكوين والتوازن والمساحات، وأيضا الخط العربي في نفس الوقت هو يحمل معنى ويقدم لوحة فنية. طيب، انتشر في فترة من الفترات تراجع كده لطريقة الكتابة بالخط العربي القديم، ولكن احنا شايفين في صحوة وفي إقبال من الناس على قراءة الخط العربي وكمان التعامل معاه في المنتجات. يعني الناس بتحرص انها تبقى لابسة حاجة مكتوبة بالخط العربي، يبقى في زخارف موجودة بالخط العربي حتى الحلي. ازاي نقدر نستغل ده محليا ودوليا كمان، حتى يعني للناس اللي بتشتري منتجات، ونقدر نعمل دعم للهوية عن طريق وجود منتجات كتير موجودة في السوق تحقق يعني نتيجة كويسة للشباب؟ الحقيقة هو ده بدأ فعلا في كثير من الدول العربية، انه بدأ يستخدم الخط العربي في عمل الأدوات المنزلية زي المجات وزي الأدوات وزي الأطباق، وتحولت حتى إلى تحف توضع في المنازل، وأيضا استخدمت الخطوط العربية في التطريز وفي الملابس، خاصة ملابس النساء، لأن الخط العربي لديه طاقة جمالية يستلهم منها المصمم أو الفنان التشكيلي أو العاملين في مجالات التطبيقات العملية للمنتجات. الخط العربي له إيحاءاته ودلالاته، وأيضا بيضفي على المنتج الطابع العربي، وخاصة أن الخط العربي ليس حرفا فقط، ولكن بتدخل فيه أيضا مجموعة من الزخارف النباتية وتعدد أنواع الخط العربي من الكوفي إلى النسخ إلى الثلث. ويمكن صحيح أستاذ محمد حضرتك، يعني إحنا لمسنا ده مؤخرا في أن أغلب الفنانين وهم بيستخدموا لوحاتهم لابد أن يلجأوا إلى الخط العربي، لأنه بيضفي جمال على هذه اللوحة وبيخليها لوحة مكتملة الأركان الجمالية تحديدا. بنشكر حضرتك الأستاذ محمد بغدادي، قمصير عام ملتقى الخط العربي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل التوفيق لكم.